اخواني يعني وفي هذا الخضم مؤيد التمييز والله عندما قد تم تعيين من امس امبارح يعني هذا مش لازم تعيين واحد ب 25,000 وصيره رئيس الوزراء الحالي برقم 5,000 دينار وهناك نائب سابق ويقولون ان قرار النواب تفرق الى 35,000 والمحاسب وأن نتهم زملائنا وزعماء فكرة يعني لا يوجد 5,000 ولا 15,000 هي لجان ومن ثم من عين هو بروفيسور وله كل تقييم يعني هذا معنى لا نتهم ابناء الشعب الاردني في هذه القاعة يعني لا تكرم كمل يا اخي اختم اذا سمعت